حلو بلعبة البداية، قبل لعبة البداية وقبل الصبورة أبغاك توجهين كلمة لكل البنات اللي يتابعونا الآن، إيش تقولين لهم وخليهم كذا. أي يلا اليوم نبغى الحلقة تصير مشعللة وأبغاكم تفوزوني. حلو، وش الصحة حقك؟ حنا البنوتات رفعت الرايات، الفوز بالصدارة لنا غايات. الله، لا تنظرين عمك، نظري الكاميرا اللي هنا. يلا قوليها مرة ثانية. يلا حنا البنوتات رفعت، فزنا عالشنبات، نبغى نشوف اليوم أقوى العقوبات. حنا البنوتات فزنا عالشنبات، نبغى نشوف اليوم أقوى العقوبات. تا 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 بيب بيب. طيب نسمع برضه صيحة من دحوم. دحوم ايش تقول لكل الشنبات اللي يتابعونا اليوم؟ تفاعلوا واكتبوا هو بالهاشتاج على الرسم على كل المسابقات، وساعدونا واتصلوا، يعني اذا شفتوا انه صعب السؤال زي كذا شوفوا الهاشتاج. طيب اسمع دحوم، انت هل رتبت مع ناس يعني قبل ما تجي؟ عيال عمك، عيال خالاتك؟ لا والله. ما قلت لاحد يصوت لك ولا يكون معك؟ لا. طيب عندك صيحة انت وشي؟ ايه في الصدارة، في الصدارة، فريق هو فن شطارة، فن شطارة. حلوي. مدروس. دوس دوس, دوس. تخطيطك مدروس. دوس دوس بيب بيب. والله كانت بيب بيب من جد. يلا